VIP سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فيلم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وينما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3W.الحياه.فم. كالعاده برنامجكم اللي تعودتوا به VIP سبورت استضافه لأبرز الوجوه الرياضية والشخصيات الرياضية. ضيفنا اليوم في الفي بي سبور لاعب سابق بالشبيبة القيروانية ومدير فني سابق لأصناف الشوبين، كذلك عنده تجارب عديدة وصولا بتجربة أخيرة في البطولة الليبية. إن شاء الله اليوم في حصتنا باش تكتشفوا برشا حاجات في الضيف متاعنا من عدة نواحي. كالعادة في الحصة باش يرافقني في تأثيث الحصة في الإخراج التقني أحمد المخلوفي، وفي الإخراج الرقمي سيف بولعراس. هذا بالنسبة للبرنامج نتاعنا اليوم. في البداية نرحب بسي علي خليل، مرحبا بك. عسلامة، مرحبا ومرحبا راديو حياة افلام الصحية. مرحبا بك سي علي، اكيد ضيفنا اليوم غني عن التعريف، لاعب سابق بالشبيبة القيروانية، عائلة خليل معروفة، مدير فني سابق للشبيبة، عنده عديدة تجارب مؤخرا في البطولة الليبية. اكيد برشا عباد ما يعرفوش سي علي خليل، تعريف موجز سي علي خليل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة سي عبد الله. أول حاجة علي خليل، أستاذ تربية بدنية، مدرب محترف في كرة قدم، من أبناء مدينة القيروان، من مواليد 1963، 58 سنة، متزوج، عندي ثلاثة صغيرات، وليد وزوج بنات، متزوج هذا من السيدة عفاف المخلوفي، ابنة الكابتن الفريق في الستينيات لهادي المخلوفي، كابتن الشبيبة موجود ومعروف سي لهادي المخلوفي. نحن ناس معناها من مدينة القيروان، نتنفس كورة ونحب كورة ونعشق الكورة ونعشق الشبيبة ونحب الشبيبة. علي خليل معناها عندي 30 سنة في التعليم وفي الكورة، معناها كنت عديت كلاعب كرة قدم، كنا تعدينا بالأصناف الشبان الكل في الشبيبة الرياضية القيروانية. طبعا معناها في الأكابر ما كانتش عندي تجربة كبيرة حقيقة، يعني فما جيل متاع أخويا محمد اللي أكبر مني كابتن الفريق، الحقيقة خلانا كل على البنك الاحتياط وما لقيناش فرصة معهم مع الأسف، لكن كنا نلعب الكورة وما زلنا نلعب الكورة. علي خليل معناها مواطن قيرواني، مواطن عادي يحب القيروان ويحب أهل القيروان ويحب الكورة ويحب الشبيبة. بدايتك سي علي مع الشبيبة وقتاش بديت؟ والله بدايتي كانت في السبعينات تقريبا، سنة أول إجازة نعملها في الأصناف الشبان عام 72 تقريبا، ثم تدرجنا معناها من الأداني، من المدارس للأداني للأصاغر، الى حد معناها عام 80 معناها مع فريق الاول فريق كرة القدم الاكابر، عام 80 خرجنا ومشينا دخلنا في الحياة المهنية كما نقولوا فيها. اكيد تجربة كانت باهية، خاصة تدرج في الاصناف مع فريق شبيبة القيروان، يعني مش من صدف انه من حسن الحظ نتاعك جيت مع جيل يرعب. الحقيقة نحن رانا في الوقت نتاعنا كانت الكوارجية موجودين برشا برشا، كنا كوارجية حقيقة، يعني هو الجيل الذهبي في القيروان، وفي القيروان تعدات بجيل 77 78 جيل البطولة، ثم جاء جيل 80 نتاع محمد خلي والهواربي والدندان، هذا الجيل 80 قوي برشا كرويا، وقعد الجيل هذا 10 سنوات يلعب مع بعضه. خمسة لاعبين فقط دخلوا الجيل هذا، دخل برقو معناها، دخل العقبي، وثم معناها فقط تقريبا من القلائل اللي دخلوا، الباقي كل الجيل قعد محافظ نفس الفريق يلعب مدة 10 سنوات. فصعب جدا، برشا لاعبين خرجوا، برشا لاعبين كبار، برشا لاعبين كما فوزي بعبيد، كما برشا لاعبين كبار خرجوا ما نجموش يلقاو فرصة معهم. انت البوست نتاعك قبل في الشباب؟ والله نلعب في البيفو، كومان بيفو ولا رير دروا، فهمتني، هذم الزوز خطط اللي كنت نلعبهم، والاكثريه نلعب في الارتكاز. لعب ارتكاز؟ لعب ارتكاز. كيفاش جاتك الفكره بعد مسيره في مع الشبيبه الرياضيه القيروانيه، اكيد جاتك الفكره نتاع التدريب؟ والله اقبل التدريب الساعة، حتى كي خرجنا في الكوره قعدنا ما زلنا في الكوره، معناها الدار نتاعنا دار خليل ملتقى نتاع كل الكوارجيه، يعني الشبيبه الكل، اللاعبين الكل، المسؤولين الكل، محمد خليل الكابيتان اللي هو اخويا قائد الفريق،
وامي الله يرحمها كانت معناها دائما معناها العشاء والفطورات والجو كبير معناها عائله كرويه بأتم معنى الكلمه معناها. فما خرجتش من الكوره. ثم معناها جات الفرصه اللي مشينا قرينا في صفاقس قرينا معناها عملت عميل لم نفسي كون نورمال دي متر ميتريز ديوكاسيون فيزيك خرجت معلم رياضه. ثم جيت معناها من الاوائل جيت الدوزيام دو بروموسيون مشيت كملت في تونس لانسيب تاع خسار سعيد ليكول نورمال سوبيريور ديدوكاسيون فيزيك خسار سعيد وتخرجت خذيت الاستاذيه معاها تروازيام دوغري فوتبول من عام 90 تخرجت ودخلت الحياه العمليه ودخلنا للتمرين ودخلنا الحياه العمليه في المعاهد معناها كاستاذ تربيه بدنيه. وابرز الفرق اللي دربتهم سالي قبل؟ والله نحن بصراحه في تونس معناها ما ثمش خدمه كبيره برشا. خلف اول حاجه دربنا في اصناف الشبان في الشباب الرياضيه القيروانيه. ثم كانت تجربه في حفوز وقتها كانت الظروف مش كما توا. حفوز والوسلاتيه ما كانتش الظروف كما توا، ما كانتش فما ملاعب، ما كانتش فما لهوه. توا راهي الفرق نتاعنا نتاع المعتمديات نتاعنا اصبحت عندها ملاعب وعندها مركبات رياضيه، خلات الكره تزدهر وتتحسن، خلت العنايه تزيد اكثر. فقبل الفتره نحن يعني عام 90 و94 و95 حتى ما عشناش معناها كانت فما جفاف على مستوى القيروان. القيروان تحسنت وقت اللي ولات فما ملاعب في المعتمديات. ولات تو عندنا سبيقة ممتازة، عندنا حفوز ممتازة، عندنا الوسلاتية، عندنا الحاجب، عندنا الأعلية، عندنا نصر الله. يعني فما برشا فرق ولات تزخر بالمواهب وتزخر باللاعبين. هو اللي تعرف عليك سعلي علي قبل أنه العباد الكل تعرف سعلي أنه هو مدير فني خاصة في أصناف الشوبان. كتقول له سعلي خليل يقول لك آه المدير الفني بتاع أصناف الشوبان. علي يعرفوك أنت صعيب برشا. الصعوبية نتاع علي خليل وين بالضبط؟ هل انه الصعوبية نتاع علي خليل في طريقة العمل نتاعو؟ هل انه علي خليل ما يرضاش بشكون اللي يملي عليه بعض الإملاءات أو التدخلات؟ فيش بالضبط علي خليل الصعوبات اللي يعرفوا عليه أنه علي خليل يعني خدمته تحكي عليه؟ شوف بالنسبة لعلي خليل كشخص، علي خليل كشخص إنسان بسيط جدا وإنسان عادي جدا وإنسان يحب مدينة القيروان ويحب الشبيبة. علي خليل ماهوش سعيد ولكن ممكن نقول اكزيجون. علي خليل ما يساومش مع شبيبة القيروان، يعني كي نحط الشبيبة القيروان قبل علي خليل شخصيا. الشبيبة قبل كل الافراد وقبل كل الشخصيات الكل مهما تكون. الشبيبة ما يكبر عليها حد. توا اللي صاير كونه ناس اكبر من الشبيبة، مصالحها أكبر من الشبيبة، حبها لذاتها أكثر من الشبيبة، حب ولادها أكثر من الشبيبة، ولات الشبيبة ثانوية، وذاك علاش بدأت المشاكل. الإدارة الفنية وقت اللي خدمتها أنا خدمتها بكل حب للشبيبة، وبكل احترام للناس، علاش حبوني؟ خاطر روني حقائقي، يعني نحن بالقانون، فما قانون، يعني شنو هي المشاكل الموجودة في الشبيبة نحن؟ وقبل يقول لك انا ولدي يستاهل باش يلعب، ولدي افضل من ولد فلان. اوكي، اول حاجه عملنا لها كل شهر اجتماع دوري باش اللي عنده يقول كلام يتفضل يقوله، ما يجيش يتكلم في التراكن وفي القهاوي. فما اجتماعات شهريا، اتفضل اخويا اذا عندك انت ولدك خير من ولد سيف عبد الله يتفضل قوله لي واكتبه لي. انا نخرج لك لجنه فنية فيها المدير الفني وفيها المساعد نتاعو وفيها معناها زوج مدربين ومعناها وناخذ لك حقك، خاطر الظلم ظلمات، ما نحبش الظلم. انا اصلا ما نحبش الظلم، لكن انت تحب ولدك يلعب قبل ولد فلان هذه لا. هنا اللي عنده امكانيات هو اللي مش يكون موجود هو اللي يكون يفيدنا. هذه واسطات وهذه ايجابيات وهذه فلوس، هذه ما تلعبش معايا. نحن كي خدمت انا مدير فني انا نزيد عليها من جيبي شبيبه. أنا كل شهر نحط في 600,000 دينار نتاع حاجات بسيطة، نتاع معالجة، نتاع تاكسي، نتاع حصة نتاع ريدوكاسيون. أنا كي كل عندي 10 حصص في الأسبوع نتاع ريدوكاسيون في 3 أيام 30 حصة في 2500 ولا في 15% في السونتر، هذوما فلوس، ما نلقاش المسير وما نلقاش كذا. نحن كي خدمناها الشبيبة في الديريكسيون تكنيك خدمنا برمجة كاملة. جيت أول البرمجة اللي خدمتها ما نقفوش. تعرف معناها ما نقفوش؟
يعني نخدم 12 شهر على 12 شهر. يعني انت توك تقول في الديريكسيون شنو ليبوتيز دو ريشيرش، شنو بالضبط الاداره الفنيه؟ ما بنجمش نمشي فيها في تونس كامله، ماشي فيها صدقني. الاداره الفنيه هي باش تصلح الكوره، باش نصلح الكوره في التعليم، ولا باش نصلح ماده في العربيه ولا كره القدم ولا كذا، شي يلزمني اول شيء نعم. يلزمني نخلق ان طون دابرونتيساج، نخلق توقيت تمشي للتعليم. يعني كان يعمل في اربع حصص مش هو اللي يعمل في سبعه، كان يعمل في سبعه مش هو اللي يعمل في 20، اللي يعمل 20 حصه مش كي يعمل سبعه واربعه. نحن بدينا ونحن وصلنا للشبيبه، ولا يضحكوا علينا في بعض الحاجات، لكن عملناهم. يعني الشهر ولينا نعمل تقريبا في 200 و220 و250 حصه في العام، وقت اللي كانوا قبل 80 حصه قبلي. يعني اكيد انت رديت العام بزوز وبثلاثه. الوقت هذاك مش شرط دفع فنيه، ايش معناها؟ معناها 7 على 7 انترينا، معناها انترينا فما نهار ترينا فيه مرتين، ولا 8 على 7. هو هذا سي علي، هو موضوع كبير ان شاء الله في حصص نتاع باش نحكيو عليه اكثر، موضوع الشبان خاصة انت كنت عندك تجربة كبيرة باش نحلوا هالملف هذايا. اكيد سي علي المدير بعد مدير فني تجربة حلوة برشا، خلينا نقولوا ناس تعرف سي علي خليل. مشينا البطولة اللي بي، البطولة اللي بي قاعدين نتبعوا في الفريق اللي كنت تدرب فيه الوفاق، انتاج ماشية المركز الأول مع الفريق هذا رغم الصعوبات المالية. سي علي خليل نلقاوك رجعت لتونس للقروان، أكيد فما حاجة حلوة مع الفريق هذا، وخلينا نقول أنت تعلقت به، حتى الجمهور نتاعو تعلق بعلي خليل. برشا حاجات حلوة. أول حاجة علي خليل ساعة خرج إيراني في السعودية، مشيت نادي الأسياح، قعدت 5 سنوات، خذوني سلفة، خذتني النجمة الممتاز موسم 2002 ملنا عليها معناها من النزول، خذتني التعاون كيف كيف زادنا كسلفة، رنيت نادي موسم نادي الأخدود في نجران، وناديت نادي الرمة في البداية، خمسة ولا ستة نوادي رنيتهم في السعودية. يعني روحت أنا 2005 بالسعودية، من 98 لل 2005، 7 سنوات أنا في السعودية، 7 سنوات بالسعودية باش تستمر كمدرب محترف. ومش مهم البسيط جدا، راو الناجح اللي قاعد يستمر من أولادنا اللي يستمروا في السعودية ولا خارج الديار راهم ناس ناجحين. أنا عملت 7 سنوات الحمد لله، وكنت معناها، لكن ما نحبش نتكلم برشا وما نحبش نظهر برشا، لكن عدينا مواسم ممتازة جدا وخدمنا وتعبنا، ونحن كنا مش كنت وحدي، كنت تقريبا 100 مدرب تونسي في الدرجة الثالثة في السعودية، كونا الكرة القاعدة متاع السعودية الكل كونناها نحن 100 مدرب، منهم آخر برشا ناس توجد في الآخر بكأس كيما فتح جبال، كي خرج معنا 98-99 خرج درا في درجة ثالثة، ثم مع الفتح لين وصلوا خذا الدوري السعودي. في بعدين كي روحت الحقيقة بعد تاع السعودية بعدت برشا، لكن جاتني الفرصة في ليبيا. 2010 مشيت لليبيا نادي نجوم جدابية، وكانت عندي معناها نصف موسم ممتاز جدا بدون هزيمة. خلت الوفاق في جدابية كيف كيف وفاق، مشيت لهم 2013-14 عملنا فريق الأحلام، عملنا فريق متكون معناها ناشي للصعود، لكن الله غالب معناها ما سهلش ربي باش نكمل المشيرة هذيك. نفس القاعدة، نفس الأغلاط قاعدة تتعاود. 2017 زاد رجعت لجدابية، وفاق جدابية كون جيل آخر، يعني عندي 4 أجيال تو متكونين من اللاعبين والمسؤولين ومن الكل. ثم 2022 تو هذه التجربة الأخيرة، وفاق جدابية في الصدارة عن إقناع الفريق، معناها الحصان الأسود كما يقولوا فيها تو في الدوري الممتاز، في الدوري بدرجة أولى، الوحيد المرشح للدوري الممتاز الصعود. خليتهم في الدرجة معناها 3 انتصارات، تعادل وهزيمة واحدة، والفريق معناها يلعب في كرة ممتازة، وجمهور معاه، عندنا جمهور كبير برشا برشا في الوفاق، جمهور يحب الكرة، جمهور متعطش، ما عنده حتى شيء في ليبيا إلا الكرة، عكسنا نحن في تونس عندنا برشا حاجات، لكن هم ما عندهم شيء، نقول ما عندهم شيء كان الكرة. الجمهور يتنقل معنا في كل المباريات، يشوف يتابع، الحقيقة عندهم حب خاص، يحبوني أنا كشخص، خاطرني كما يقولوا يسموني وزير السعادة، معناها قاعد نجيب لهم معناها في النقاط، وقاعد نجيب لهم في كذا، وكرة باهية، والناس كلها تتكلم عليهم بالخير، والناس كلها تتكلم فريق ممتاز وتكون، وفي ولاد النادي وما يقولوا عيال النادي موجودين، يعني 5 من عيال النادي و6 محترفين، ف
معناها ستة معناها من خارج المدينة الجابية من ليبيا ومن غيرها. فالحقيقة معناها كانت معناها فترة ممتازة جدا. ولكن المشكل مادي جدا، مادي بحت. هذيك ديما المشاكل موجودة. فريق والجمهور أصبح معناها توا متعلق بشكل كبير جدا بالصعود، وما عادش يرضى إلا الصعود، وأنت كمدرب مطالب بالصعود، والجمهور هذا الكل الكبير هذا جدا 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 مطالبك بالصعود. الصعود لازم انتدابات، خاطر عندنا 6 لاعبين نجحوا وخمسه لاعبين ما نجحوش وثلاثه اصابات، لازم تغييرهم، استبدال، هذا فسخ هذا وتجيب مجموعه اخرى. الصعود لازم اللاعبين اللي موجودين عندك لازم يخلصوا ياخذوا مستحقاتهم، خاطر عندهم مستحقات متخلده، معناها هذه تو مش تدخل الفتره الثانيه تعطيهم مستحقاتهم. عندي زوز توانسه، عندي محمد علي قزدغلي وعندي ازر الغالي، زوز لاعبين ما خذوش فلوسهم وقاعدين مش مقاعدين يتمرنوا، وناس جايه محترفين، اذا ما عطيتوش نتاعو كيفاش باش يكمل معاك؟ فالنادي قاعد يتخبط في مشاكل ماليه. نحن حاولنا باش نتعاون معاه، حاولنا باش نخفض شويه، نقص من الطلبات، نقص من كذا، نقصنا معسكر، عملنا معسكر داخلي في بلاصه معسكر خارجي. فما تعثر كبير برشا اللي انتهى، معناها ما لباش الرغبات هذه كل، وما لباش على الاقل شيء خلاص اللاعبين وخلاص المدرب والاطار الطبي اللي جبت. انا هزيت معايا دكتور علاج طبيعي من خروان، هو خليل النخلي، فهمتني، في الستار تكنيك نتاعي. نقفوا مع خليل النخلي سالي باش نخرجوا فاصل غنائي، ثم نرجع باكثر تفاصيل كيفيه العقد، كيفاش تم الاتصال بك، هل انه فما انتدابات تشرفت عليهم انت او لا، هذا الكل في الجزء الاخير بعد الفاصل الغنائي. في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه الثانيه. رجعنا لكم من جديد في الجزء الاخير. ضيفنا اليوم سي علي خليل، المدير الفني للشبيبه القيروانيه وكذلك المدرب السابق ليوفيق الليبي الجدابي الليبي. اكيد سي علي عندك معزه خاصه للبطوله الليبيه، كذلك الفريق هذا اللي كنا نحكيو عليه. اكيد عندي ضيف باش يتدخل في المباشر، خليك انت تستقبل المكالمه الهاتفيه سي علي. الو، على السلامه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاخبار؟ الحمد لله وشكرا لله. الله يبارك فيك، شنو الاخبار يا اخوي؟ والله بخير ونعمه، مرحبا بيك. مرحب بيك يا اخوي، مرحب بيك. مرحبا. مرحبا. قدم لنا روحك للجمهور في تونس. اه؟ قدم لنا روحك للجمهور في تونس. انا سليمان عمار عبد الرسول، مدير اداره العلاقات بنادي الوفاء. مرحبا بيك استاذ سليمان، شرفتنا. مرحب بيك. شرفتنا في التدخل اليوم. الله يبارك فيك يا اخوي. شنحوالك؟ شنحوال جدابيا؟ لا، 100 100، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. لا، في نعمه والله. ايش اخبارك؟ والله الحمد لله. نحن تو نتكلم على علي خليل وجبدنا سيره جدابيا والوفاق جدابيا، ونحن نشكر في الوفاق ونشكر في الفريق ونشكر في الخدمه اللي قدمناها، لكن نقول الله غالب، قدر الله وما شاء فعل. الله غالب، معناها ما نجمتش نواصل، الله، ظروف خاصه وكهو. والله الحقيقه هو كابتن علي خليل يعني رجل معروف ورجل قدير، وكان يدرب في نادي الوفاق من قبل، وجاء والحقيقه ومشى مع النادي والحقيقه جاب نتائج حتى خارج الارض، ولكن جات هيك ظروف اخرى، يعني مش يعني شخص يعني الحقيقه درب رياضيين وسقط رياضيين وما عندهش فرق بالرياضيين، وحقيقه يعني مثل اي رياضي عنده يلعب مش معتمد عليه رياضي معين ولا شيء، والحقيقه هو مشاء كويس، لكن طبعا ظروف الانديه هذه فين حاجه مرات ومرات الواحد يصير فيها ظرف، عوامل طوعيه، والله رياضي ما يكون مريض، والله يكون رياضي مش راقد، والله يعني يكون اي ظرف، يعني مباراه ظروف منها كويس، فهذا ليش بعض مشكلة، يعني بعض من الناس قالوا والله كذا غير كذا، الناس يغيروك وخلاص، لكن في الاخير هو الحقيقه كابتن علي خليل رجل فاضل ورجل حقيقه جاني حتى في حوشي، ورجل محترم، رجل يعني محترم ويحب الوفاق، ورجل يعني حتى في مباراه ممكن فاز فيها الوفاق، والله يعني حتى بكاء يعني يعتبر كان مش جايب براتب وخلاص، يعني كان لديه يعني. بارك الله فيك. هو الخلاف صار خلاف مادي بسيط كاهي وسهله، يعني ما حقيقه انا بروحي تفاجات، يعني كنت
انا صارت عندي موضوع في بيتي وصار نقاش وكنت نبي قلت خليني نعطيه فرصه ونرد عليه نحكي، بعدها قالوا لي الموضوع تميناه وجيت كنت سالت عليه قلت سافر طلع من يعني القروان غادي وكذا يعني حقيقه ونشكره وشخص محترم ونحترموه وهذا يعتبر ثاني مره ما تمسك نادي الوفاق ورجل قدير وتعرف ايش دايبه كله وكان في النجوم وكان في انديه واجده في ليبيا انا كابتن علي خليل حقيقه يعني بارك الله فيك يا استاذ سعاده واتمنى له يعني ربي ان شاء الله يوفقه والنادي الوفاق بلديه ونحن عندنا مثل يقولوا ما راح شيء اللي عاد توسي واللي جا توسي. تسلم يا اخونا تسلم اخو سليمان بارك الله فيك تسلم الله يبارك لك شكرا شكرا لك اخ سليمان حويج مدير العلاقات العامه بالنادي الوفاق الليبي تدخل يعني مسؤول في الوفاق اكيد حتى المسؤولين مازالوا متعلقين بسي علي خليل وخليت بصمه غادي وانطباع طيب سي علي والله الحمد لله الفضل لله والشكر لله احنا نخدم ونحن راه مش كان علي خليل برشا كوادر تونسيه تقريبا عندنا برشا مدربين في الدوري غادي منافسين نتاعنا سي عمر الذيب سي المصف العرفاوي سي برشا سي انس الباز هذوما كل مدربين راه نخدموا في نفس على الصعود ونفس الهدف نتاعنا يصعد فريق واحد معناها برشا نحن محبوبين يحبونا برشا التوانسه في المنطقه الشرقيه يحبوا المدربين ويحبوا التوانسه بصفه عامه رغم ظروفهم الصعيبه ورغم كل شيء لكن نحن نقول معناها هي النتائج هي اللي تخليك الجمهور يحبك يا خاطر في ليبيا راهم مباراة ودية تخسرها تخرج مش معناها انا كي مشيت اول مباراة ربحت الاهلي بنغازي احسن فريق في الشرق مباراة ودية ربحته 2-1 بالفريق صغار فالحمد لله حتى النتائج كي تتبع الكورة والفكر وكل شيء واللاعبين يحبوك ويعطيه عطاء غزير والجمهور يتبعك ويحبك ويمشي معك علاش يحبك خاطر نتائجك طيبة خاطر شخصيتك نظيفة خاطرك معناها شخصيتك قوية فما خاطر البنكينة نتاعك نظيفة ما ثماش حتى واحد يتحرك على البنك المدرب فقط هو اللي يتصرف واللي يتحكم واللي يعمل في كل شيء قراراتك واضحة ما ثماش معناها تردد قراراتك معناها ترونسونت معناها جازم في حاجة هذه هي راهي الكرة شخصية والكرة نتائج وانت زرعت فيهم سالي روح العزيمة والاتحاد شفنا حتى بعض الصور وبعض اللقاءات انه الملاعبيه متشبثين بك انت وكلهم فما مقابله انتصرتوا فيها الملاعبيه توجهوا لك انت خصيصا شوف بصراحه لما تعمل تعاقد مع النادي بعد امضاء العقد النادي كل يخرج اشكون يقعد فيزافي تقعد اللاعبين والمدرب والاطار الفني انت اذا عرفت كيفاش تتصرف مع لاعبينك وجلبتهم ليك وحبوك وخدمت عليهم واحترمتهم خاطر راهو فما نحن في التوانسه راهو سالا سيا فما توانسه ما يحترموش فما توانسه اللغه نتاعهم ماهيشي صافيه انت كي تمشي تحترم الناس وتقدرهم وتحسنهم وتعطيهم الثقه في رواحهم والثقه تثمر نتائج الوقت هذاك الكل يتعلق بيك الكل يولي يحبك الكل يامن بيك ويامن اللي انت انا درب معايا بكر معناها ابو بكر الخضر هذا يلعب في الاخضر ويلعب في النصر ويلعب في كذا والله كاتب لي شهاده قال لي يا كابتن ما تدربتش مع مدرب تكتيكي كما في مستوى علي خلي والكل يقول فيها حتى قدام اللاعبين الصغار يقول انا تدربت في نادي الاخضر وفي النصر وفي كذا مع مدربين كبار لكن لا يرتقي الى مستوى الفني والتكتيكي نتاع علي خلي علاش خاطر عاش معايا مباريات وعاش معايا كذا كيفاش من الضعف رد قوه من قوه معناها اللاعب لما يامن بقدرات المدرب ويعيش معاه يحبه اكثر ويتعلق به اكثر وحتى طريقه التواصل والتفاعل حتى ويصل معلومه هذيك عندها دور كبير صحيح. مهم جدا الكوميونيكاسيون اللغه مهم جدا الاخلاق مهمه جدا حسن التعامل مهم جدا العرف زياده لا كومبيتونس لازمك تعرف عندك حلول زياده تكتيكيه مش كفايه بشيء والطريقه البيداغوجيه اللي توصل بها هذوما هما النقاط المهمه هذوما اسباب النجاح كره القدم راهو علم راهو حتى راهو فما ناس تقول لا ما فيش لا علم العلوم الكل المحيطه بكره القدم هي علم كره القدم فما لما نحكيو على البسيكولوجي نحكيو على السوسيولوجي نحكيو على لا كوميونيكاسيون هذوما علوم اذا انت ما كنتش ان بون كوميونيكور ما تعرفش تتواصل وما عندكش لغه طيبه
وما تحرش ما تنجمش. اذا كنت انت غير ملم بعلم كره القدم تكتيكيا وتاريخيا وبابا ما تنجمش تعطي معلومه صحيحه وما تنجمش تفيد. ف سي تانتو في كره القدم. كره القدم راهي تؤمن برشا بالكومبيتونس، برشا بالكفاءه، لازمك تكون كفء. واضح اكيد انه السبب الاول والاخير هو المشاكل الماديه. سالي والله هي 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 معناها كل النوادي في العالم راهو مش كان وفاق جدابيه ولا النوادي الاخرى، يعني علاقتي طيبه، نتائجي طيبه، كل شيء عام طيبه، لكن يعني تحت ذمتهم زاد في كل وقت يحسنوا الظروف هذه الماليه ويخلصوا اللاعبين ويحضرونا كذا الوقت هذاك نولي نوفيوا بالتزاماتنا ونوفيوا بالصعود نتاعنا قدام الجمهور بلاش ماده. المال قوام الاعمال. الفتره هذه هما فتره تعثر كبيره برشا. فكانت المشكل مادي اكثر ما هو اللي خلانا معناها نتواصل. وحتى السي سليمان حويج حكى زاد على الامور هذه، قال يعني ممكن الامور الماديه من حيث النتائج، يعني سي علي قدم نتائج كبيره، بدل وجه الفريق، فما عده الانتدابات اللي اعطت يعني اضافه، وخلينا نقولوا انه الفريق وحيد اللي يصعد مش بالسهل، يعني فريق مش يصعد للدرجه الاولى اكيد، فمش تلقى برشا منافسين، وفما فرق اللي عاد امكانيات ماديه اللي تكون معنا هي المرشح الاول. مو هذا هو وهذا هو، والجمهور مطالبك بالصعود وعلاش يحبك؟ يحبك على خاطر انت ماشي نحو الصعود. كي راك انت ارتخيت شويه ولا استنقصت شويه من معناها الخط اللي حاطه قدامك، وقت ذاك يدور عليك الجمهور. الجمهور مازال متمسك. علاش؟ علي خليل وقت اللي يخرج يعرف في مصلحه الوفاق، وقت اللي يرجع يعرف في مصلحه الوفاق. فهمت؟ تو انت تو الجمهور تو قاعد يطالب فيهم، يطالب في الاداره باش تعمل انتدابات اللي قلم علي خليل، وباش تعمل معسكرات، وباش تخلص اللاعبين. واضح. فهمت؟ على خاطر بغير حاجه النقاط هذه ما فماش صعود. واضح. باهي نسكروا القوس الفريق هذا اللي كنت تدرب فيه سالي. مازالونا ثلاثة دقائق اكيد من عمر الحصه، باش نسالك بعض الاسئله. اكيد انت تو مازلت تتابع فريق شبيبه القيراوي. اكيد تتابع في اخبار الشبيب. شبيبه دمنا وحياتنا. شبيب ما نجموش نقدم شبيبه القيراوان. اكيد الناس الكل مازلت تتابع في الفريق الشبيبه. شتينا بين الشبيبه في السابق والوضعيه الكبيره والازمه الكبيره اللي وصلت لها الشبيبه، اللي نزل للرابطه الثاني بالطريقه يعني ثلاث نقاط، وما قعدوش نرجعوا للسابق. سالي باش نسمي لك بعض الاسماء، ممكن بعض الاسئله اذا كان انت تحب تجاوب حر تنجم تجاوب، اذا كان انت ما تحبش تجاوب نتعداو للسؤال اللي بعده. شبيبه القيروان 10 سنين، في العشر سنين اخر لاعب طلعته هو ايمن الحارزي. علاش الشبيبه طيله 10 سنوات ما طلعتش لاعب اخر؟ شوف عبد الله، ما نقولوش الشبيبه ما طلعتش. أول حاجة تكوين اللاعبين في الشبيبة من أكبر المدارس في تونس. ما قالهاش علي خليل خاطره مدير فني مرتين في الشبيبة، لا، قالوها على تونس كاملة. الشبيبة قول ما طلعتش كاليتي باهية، ما طلعتش شرميتي من بعد الشرميتي ولا أحمد خليل، ما طلعتش معناها كيما زقو، ما طلعتش كيما الذوادي، لاعبين اللي برزوا. ولكن الشبيبه فما حسين بنينه يلعب في اسمه في بوسليم في ليبيا، عامل ممتاز ممتاز جدا، وكان يلعب في ستاد. فما العماري يلعب في ستاد توا، فما الحمزاوي الوليد الحمزاوي اللي نحن ما عطيناهوش قيمه يلعب في ستاد ريال دروا وماشي كوليدا، وفما الرقوبي، وفما 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 نسمي لك توا 20 لاعب و30 لاعب يلعبوا في الناسيونال يلعبوا ساعه. اول حاجه انا اللي دخلت الفكره، انا ليا الشرف اللي دخلت اللاعبين ملك شديد الإدارة الفنية، دخلت لهم أنت تلعب سينيور ماهوش في الشبيبة فقط، من ليفربول حتى لآخر فريق. توا نحن الأولاد نتاعنا يلعبوا في السبيخة ويلعبوا في الشبيكة ويلعبوا في كل فرق في المعتمديات وبصفة كبيرة برشا، ويلعبوا في الدرجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة ممتاز. أولادنا ولاو موجودين في كل النوادي. في الجنوب ولادنا موجودين في مدنين وفي غير مدنين، الربعي وفلان وفلان وفلان، وموجودين في كل مكان. الشبيبه تطلع وما زالت تطلع. اليوم انت تسيب محمد المطيري يا عامل مع ستاد تونيزيان، عامل كونترا، شنو تقولي ما كونتش؟ تكوين ناقص، عندهم دي ديفايونس
نحن على جيل هنا وعبين حبينا نخدمه نحن في القروان ونخدمه 12 ونزيد قوي ونزيد. هذا موضوع آخر طويل هذا نحكيه فيه، ولكن الشبيبة تكون تكون في لاعب ناقص، تكون في لاعب متأخر في مش بريكوس، معناها من جمش يبرز في 18-19 يبرز في 22-23، تكون في لاعب avec des blessures معناها فراجيل. فهمت؟ أوكي تعمل تقولي مثلا مش لاعبين بيه. هو ملف كبير سعلي، إن شاء الله في الحصص القادمة باش نتناولوا الملف هذه إن شاء الله تكون بحذان أنت موجود بيه. في ختام الحصة عش كنت تحب تسلم؟ والله يسلم على جمهور الشبيبة الكل، خاطر قاعدة قاسية. جمهور الشبيبة عنده 10 سنوات، خاطر جمهور الشبيبة يستنى في فرحة. نسلم على كل الزملاء، الناس اللي قاعدة تخدم وقاعدة تنشط. نسلم على كل لاعبين القدامى للشبيبة. نسلم على كل أحباب اللي يحب علي خليل الكل، ونتمنى التوفيق والنجاح للناس كل، ونقول لهم اصبروا. راهو أول حاجة في الكاليتي، أول حاجة في كرة القدم الصبر، تو يجيك فرصتك وتخدم، واللي يخدم ربي يعينه. نسلم على المسؤولين، المسؤولية أصبحت صعيبة جدا. راهو توا البلاد باركة وناقصة فلوس، ناقصة ماديات، مؤسسات ناقصة، مني مش جيب شباب فلوس. واضح. وما عندكش إلا حل واحد راه. في القروان نحن طول عمرنا نعرفوه، ما عندك إلا حل كون تعاون على الزاد البشري نتاعك. ما عندكش حتى حل. يلزمك تخدم عليه وتأمل، لكن شنو تعمل بوان دونتوريغاسيون، تعمل نقطة استفهام ونقطة حوار ما بينك وما بين بصراحة. مش جوار يترانا في 80 حصة في العام تحب ترد كاليتي قوية ما يطلعلكش. يلزم الرد على المشاكل الحقيقية. أنا عندي برشا حلول، ولكن مش وقته باش نقول. وهذاك علاش ان شاء الله في الملفات القادمه باش تكون موجود معنا. هكا وصلنا لنهايه حصتنا من في بي سبور. شكر خاص لاحمد المخلوفي اللي كان معنا في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الاخراج الرقمي، عبد الله حطاب كوتي ميكرو، انس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفيه، كذلك امين. ملتقانا الاسبوع القادم في حلقه جديده وضيف جديد. متابعه طيبه لبقيه برامج الحياه تفهم. في بي سبور انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه الثانيه.